حبك تسكر لنا الباب لنا ربيع سيقه بعيدة من غادي شخص هذا من زنتان طبعا اشتباك في منطقة زنتان نصيبة بشضايا هاون طيب هاون نصيبة في بطنه في منطقة البطن أدت إصابات في الأمعاء وإصابة وجزء قطع جزء من البنكرياس وأحيانا طبعا حاليا حكيتها حرجة يعني جدا الوضع اليوم بالنسبة اليوم هادي من أمس ورد وبالطبع وضع الحرب معروف يوم هادي ويوم فيه مناوشات ويوم ومش مخلينا مريحين كتيبة القدافي كل يوم هم صواريخ جراد على رجمات على 14.5 والحقيقة مقلقين الناس ياسر ما فيش راحة تمشي انت وطوم وجيري هذا لو تفكرون القريش شنو تمشي تعوم وش هو برنامج هذا هكذا